كان لينا حاجه عند مونتيري وجبناها. كان لنا حاجتين. حاجتين صح، بس جبنا حاجه منهم 2012 و2013 لعبناهم سنتين ورا بعض ولاد اللذين. طبعا وجم جايين لنا كمان باحداث صعبه مش سهله، احداث احنا فيها يعني طبعا ناقصين العدد، احنا عندنا 10 لعيبه عدد كبير مش قليل يعني، لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء، الحمد لله على شخصيه اللعيبه اللي موجوده، الحمد لله على تركيزهم وانضباطهم، الحمد لله على اصرارهم ومعرفهم معرفتهم قيمه التيشيرت بتاعهم يعني، لكن الحمد لله رب العالمين زي ما بقول كده. بس عندنا لسه عندنا ان شاء الله الرحمن لعيبه المنتخب يفرحوا مصر بكره كلها باذن الله ويرجعوا بكاس البطوله ان شاء الله الرحمن، وبعد كده هينضموا لينا ان شاء الله بعد بكره باذن الله تعالى، وبعدين عندنا مع بالميراس لقاء قبل نهائي، يا رب نكون موفقين، نامل يا رب ان شاء الله الرحمن ان احنا نسعد جماهير الكره المصريه وخصوصا كل الجماهير الاهلاويه ان احنا نرجع بخطوه او نرجع بحاجه ما اتحققتش قبل كده في كل المشاركات السابقه. كابتن سيد عملتوا كده ازاي؟ يعني الظروف صعبه، دور كبير جدا عليك، خبرات عظيمه، دور اداري كمان مهم، ازاي عملتوا كده وقدرتوا ان انتوا تعدوا ماتش صعب زي مونتيري بغياب اكتر من 10 لعيبه كمان؟ في الحالات اللي زي كده ما عندكش غير حالتين. ايه بقى الحالتين دول؟ هما اللي يديلك التفوق، ان انت تكون مركز جامد جدا وان انت روحك تكون موجوده. الروح دي بتيجي من الدوافع، يعني عشان تعمل حاجه كويسه باصرار وعزيمه وقتال من اول ثانيه لاخر ثانيه زي ما انت شفت النهارده بكل اللي بينزل بكل اللي بيطلع كله عند نفس الروح، لازم يبقى عندك الدوافع اللي تساعدك على كده. الدوافع دي بتيجي من الاحداث كانت موجوده، النواقص، المسؤوليه اللي عملوها دور وليد سليمان وعلي معلول ورامي. رامي النهارده رائع جدا، طاهر ممتاز جدا، كل اللعيبه، علي معلول قدم مباراه رائعه، ياسر وكريم ومحمد هاني عالمي يعني بيتواجد في المونديال بشكل رائع جدا لانه لعيب عالمي. في نص الملعب ديانج وقفشه، قفشه كمان له دور جامد جدا النهارده، يمكن الحته الهجوميه على سن ان هو بيلعب النهارده 8، الباص هو اللي عامله، محمد هاني هو اللي بدا الجون، هو اللي بداه في الثلث الملعب بتاعنا الاخير وهو اللي نهيه، وقفشه اللي عامل الباص بمنتهى المهاره لعلي معلول، وعلي عملها بشكل رائع وهاني مكملها. وقدامك بقى عندك يعني حسين الشحات ممتاز جدا، كنت اتمنى يجيب الجون اللي جاي لكن ربنا يمكن شايلها له ان شاء الله في 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 في, في المباراه اللي جايه. طاهر محمد طاهر واحد من نجوم الفريق طبعا النهارده، احمد عبد القادر ولويس لما نزل، كريم فؤاد عامل دور ممتاز، مغربي انا قلت له قبل اللقاء قلت له انت ما بتلعبش عشان احنا ناقصين، احنا بتلعب عشان احنا واثقين فيك، عشان انت لعيب كويس يعني ما تخافش من اي حاجه خالص، انت لعيب كويس وهتبقى لعيب ممتاز ان شاء الله الرحمن. كل دول قدموا وليد سليمان طبعا يعني حاجه تدعو للفخر يعني الحمد لله. انا قلت احمد عبد القادر كله ان شاء الله الرحمن، خلينا بس نقفل الصفحه دي النهارده ان شاء الله، بكره عندنا ريكفري الصبح وبعدين هنتغدى ونشوف هنتفرج على الماتش فين بتاع النهائي ان شاء الله.